يا صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل على مشاهدينا الكرام. حياتنا عبارة عن كتاب، والكتاب عبارة عن فصول، وكل فصل عبارة عن أوراق. أهلا وسهلا بيكم في أول حلقة من حلقات برنامجكم أوراق صباحية. برنامجنا هيناقش مواضيع مختلفة متنوعة، في كل حلقة هنناقش ورقة مختلفة، ترفيهية، ثقافية، اجتماعية. ولا إيه يا هدير؟ صباح الخير. صباح الخير يا آية، صباح الخير على مشاهدينا وأهلا بيكم. طبعا زي ما آية قالت، الحلقة بتاعتنا هتبقى إن شاء الله ممتعة بأول حلقة، ونحاول على قد ما نقدر نكون ضيوف خفاف عليكم. مشاهدينا هنبدأ النهاردة مع أول ورقة، وهي هتكون ترفيهية. يمكن كتير مننا في آخر كام سنة بدأنا السوشيال ميديا تكتسح المجالات زي ما بيقولوا، بقينا في عالم افتراضي وكله بقى على الموبايل، صغير كبير أي حد دلوقتي بقى ماسك الموبايلات والسوشيال ميديا، ولا إيه هدير؟ حقيقي فعلا، بقينا دلوقتي كل الأخبار بناخدها من السوشيال ميديا، ما بقاش في حد خالص بيفتح جرايد وياخد أخباره من الجرايد. صراحة السوشيال ميديا بقت كل حاجة في حياتنا. احنا هنتكلم النهاردة خصوصا وتحديدا كده عن التيك توك. التيك توك اللي اكتسح كل البيت مصري بدون استئذان. اكتفقنا او اختلفنا عليه عيوبه ومميزاته، بس هو خلاص بقى مكتسح. هنتكلم بقى النهاردة وناخد ضيوف تتكلم عن التيك توك، مشاهير التيك توك ازاي بدأوا، يعني مش هنحاول نطول عليكم، نبدأ معنا. خلينا هدير قبل ما يعني نقول لمشاهدينا، خليني اسألك سؤال كده، يعني نكون كده ضيوف خفاف على المشاهدين. هدير انت عندك تيك توك؟ عندك اكونت عليه؟ الصراحة عندي. انت عندك؟ لا. ايه ده، غريبة، حد دلوقتي ما عندوش تيك توك؟ لا. طيب خلونا مشاهدينا الاعزاء، بما اننا اتكلمنا عن التيك توك، النهاردة بنستضيف واحدة من مشاهير التيك توك. معانا ضيفتنا في الحلقة أسماء. اهلا وسهلا بيكي يا أسماء، صباح الخير. اهلا بيكي، صباح النور. عاملة ايه؟ الحمد لله. طيب بداية كده عايزين نعرف مين أسماء. بداية أنا مبسوطة إن أنا معاكي. احنا أكتر يا أسماء، شرفتينا ونورتينا. أسماء هي واحدة بتحب التمثيل جدا، يعني أنا من وأنا صغيرة بحب هواية التمثيل، كنت بقف قدام الممثلين أمثل وحاجات كتير، ولكن كان لسه بقى مفيش حاجة تساعد الواحد على حوار ان هو يخش في المجال ده. فواحدة واحدة لما طلع التيك توك بدأنا، اللي عنده موهبة بيعودها وهكذا، اللي عنده فكرة نصيحة. فهو فكرة التيك توك برضك فيها استفادة زي ما فيها برضك عيوب او اي حاجة، يعني ايا يكن. يعني في ناس كتيرة بتبقى معترضة على الحوار، ولكن يعني ده الاول كان في عدد فظيع كان عنده اعتراض على فكره التيك توك، سواء ان هم يشوفوه او حد منهم يعمل حاجه عليه، ولكن بعد كده خلاص بدانا نتقبل الحوار، وبدا في ناس كتير كانت معترضه بدات تشجع المواهب دي. دي حقيقه. انا واحده من الناس كنت فاكره ان التيك توك ده، وتقريبا هي دي كانت شائعه جدا في المجتمع، ان التيك توك بيقدم ناس مش عندهم محتويات خالص وجايين يهزروا يعني. لكن لا، فعلا الموضوع لما انا دخلت واكتشفت التيك توك، لا في ناس جدا عندهم محتوى، وانا شايفه ان التيك توك خاصه يعني من السوشيال ميديا اللي بيحترم جدا اصحاب المواهب وبيقدم لهم مكافئات وحاجات كويسه جدا. فعلا انا استفدت منه، يعني بيقدم معلومات كتير ثقافيه واجتماعيه وطبخ وكل حاجه بصراحه. وعليهم ناس كتير، مشاهير، مذيعين واطباء ودكاتره وكل حاجه بصراحه. طب اسماء، خليني اسالك سؤال واقول لك، اسماء ده اسمك الحقيقي ولا اسم الشهره؟ هو في البطاقه اسماء، بس الشهره اتعرفت اسماء. يعني بقيتي اسماء، ده اسم الشهره بتاعك في التيك توك. طيب من كلامك انا حسيت ان انت بتحبي التمثيل جدا. طب قبل ظهور التيك توك كنت بتمارسي هوايه التمثيل ازاي، بما انك بتحبيها؟ كنت بتعملي ايه بقى؟ في البيت. في البيت كنت قدام التلفزيون اقعد اقلد اقلد كتير جدا. يعني من امتى طيب؟ لا سنة صغيرة، مثلا 8 او 10 سنين كده يعني. اصلا قنعتي ازاي البيت ان انت تقدمي تيك توك؟ ما قنعتهمش ولا حاجة، انا طلعت مرة واحدة عملته كده، اللي هو خلاص بقى انا هاخد الخطوة لوحدي، وخدتها فعلا. وبدأت طبعا كان في اعتراض، ولكن بدأت طب بصوا انا بعمل ايه، طب بص الناس بتقول ايه. طبعا بغض النظر ان كان في اعتراض شديد. طب الاعتراض كان على ايه يا اسماء؟ خلينا كده نناقش معاكي، اعترضوا على ايه؟ الاعتراض ان المجتمع مش متقبل ده،
المجتمع مش متقبله. طيب اسم خليني اقول لك، انت اول ما طلعتي التيك توك ابتدت تكون في شهره ولا خدتي وقت قد ايه؟ لا خدت وقت طبعا. كان في ناس يعني انا بدات فيه من فتره حوالي سنتين. طيب خلينا نقول ان اسماء وصلت لشهره كبيره وبقى ليها فولورز كتير، هل في عائد مادي من الكلام ده ومن الشهره اللي موجوده على التيك توك؟ لا ما فيش عائد مادي صراحه، ولكن بغض النظر عن ان في برامج تانية ممكن يكون فيها عائد مادي، لكن هو التيك توك بيجيب شهره اكتر. وغير كده هو الشهره ما بتجيش لكل الناس. الفكره في ان التواضع، انت متواضعه مع الناس فهتلاقي الناس حباكي، داخله بتكلمك، لدرجه ان في ناس بتخش على الانستجرام او غيره تحكي انا عندي مشكله مع نفسي ايه، بغض النظر عن اني مش شخصيه اجتماعيه، ولكن خلاص هم ارتاحوا نفسيا للشخص. العائد يعني كسرتي الحاجز اللي بينك وبين الجمهور. بالظبط. كفايه انا ببص كفايه محبه الناس طبعا. طيب هتكلم بقى على حاجه انا عارفه ان هي هتبقى رخمه شويه. طبعا في التمثيل كان زمان معتقد ان ممنوع جدا ان حد يبقى في التمثيل عنده مشكله او شكله، دايما كان بياخده شكل. مع اني بصراحه الموضوع ده اتغير جدا دلوقتي بالنسبه لبقى اللدغه. لا هو يعني ما فيش اعتراض، يعني انا دلوقتي بمثل مسرح. انا في مسرح، طبعا المسرح ده صعب ان اي حد برضك يدخله. هو شغل انتاج ذاتي، ولكن هم بيركزوا على حاجات كتير، ففكره ان بقى في شخصيات كوميديه في المسرح والكلام دوت، فانا واخده الركن الكوميدي شويه. انا بصراحه شايفه ان اللدغه دي على فكره ميزه مش عيب خالص. هي ميزه حلوه يعني جدا. في ممثلين كتير ساعات بقعد اركز كده، مش عايزه اذكر اسماء، ولكن في ناس كتير عندها لدغه برضه. اسماء خليني اقول لك بقى، بما ان مشاهدينا بيتفرجوا علينا وعندهم اولادهم دلوقتي خدوا الاجازه، تنصحي البنات والشباب ان هم يدخلوا على تيك توك ويعملوا اكاونت؟ يدخلوا ويعملوا يعني هو كده كده كمان في ميزه ان لو في اطفال بيتحدد ايه المشاهدات او ايه المشاهد اللي هم ممكن يشوفوها. فدي ميزه في يعني امن يعني. انت بتنصحي عادي ان ممكن لو أيوة الاطفال طلبوا يعملوا اكاونت على تيك توك عادي؟ هو في خاصيه الامان، لو في اطفال بتكون الام هي اللي بتعمل اكاونت باسمها حاجه زي كده، وبتقول بتحدد عدد المشاهدات والفيديوهات اللي متاحه لسنهم. طيب اسمع خليني اقول لك بقى، ايه اكتر موقف او اكتر حاجه عملتيها على تيك توك كانت مضحكه جدا او كانت بالنسبه للناس يعني طريفه جدا؟ اكترها حاجات لاستاذ عبله كامل طبعا. طبعا. واستاذه نشرة مصطفى. بس واضح من كلامك ان الاكتر عبله كامل. جدا. هو اصلا انت ازاي يعني جات لك فكره الكاركتر بتاع الفنانه الكبيره عبله كامل؟ احنا اصلا اولا طبعا بنديها احلى تحيه، بصراحه فنانه محترمه جدا. والله احنا مفتقدينها يعني. اكيد هي فعلا مفتقدينها، وهي كانت يعني زي ما بيقولوا ملكه الكوميديا والضحك في افلام كتير. فعلا. لا وكمان بسيطه يعني. بسيطه جدا، عامله متكلفه ومتواضعه فعلا، وقدرت ان هي تكسب حب الجمهور. ايوه بتواضعها وان هي قريبه من الناس جدا. ايوه بالظبط. طيب اسماء يعني احنا عايزين جمهورنا يشوف موهبه اسماء بقى على الحقيقه، انت ايه رايك في الموضوع ده؟ ايه رايك تقلدي لنا حاجه كده لعبله كامل بما انك بتحبيها؟ اسماء مش محضره. طيب احنا ممكن نروح فيديو دايم. طيب نشوف مالك. طيب اسماء ايه رايك نطلع مع مشاهدينا ونشوف فيديو من فيديوهات عبله كامل بما انك يعني اكتر حاجه تبسطني جدا. طيب تمام نشوف الفيديو. طيب مشاهدينا نشوف مع بعض فيديو لاسماء ونرجع تاني. ورجعنا لكم مشاهدينا تاني مع اسماء الموهبه بصراحه، اللي يعني بنذكر ان التيك توك ظهر علشان يظهر لنا الموهبه دي. ايه ده كله بجد؟ خليني اسماء اقول لك، بما ان الفيديوهات اتكلمت عن الاكل، ايه اكتر اكله اسماء بتحبها؟ ما بعدتش يا جيمي لا كتير بلاش احوج. انت شايفه اصلا ان انت فيكي شبه كبير من الفنانه عبله كامل؟ بصي هو مش فكرة الشبه، في ناس كتير بتقول لي انت مفيش شبه، ولكن الروح مع فكرة ان انت طبيعية شوية، فبتحاولي تجيبيها مع حركاتها. طبعا انا من كتر ما انا بحب اتفرج عليها فخلاص حركاتها دي بقت طبع في الواحد يعني. هي فعلا. طيب هو ايه بقى اللي ممكن يضايقك في التيك توك او مواقف كده ظريفة؟ بصي بغض النظر عن المواقف او اي حاجة، في مفيش اسوأ من الاذى اللي باللسان، يعني فكره ان حد يحط لك كومنت
بطريقه سخيفه، ده مؤذي اصلا يعني. ممكن انا اطلع ود عليه بكل لطافه يعني، ولكن هو في نفسيه الواحد هو مقصر يعني. في ناس انت لدغه وعندك شوين حرفي ضايع، تمثيل مسرح ايه اللي انت بتمثليه؟ يمكن هو ربنا خد من هنا ووصل هنا يعني، هي فرص يعني خلاص، هو عوض من ربنا يعني. كويس جدا. هما بقى بيشوفوا كده. وفي ناس تانية تقول لا احنا بنحبها وبنحب لدغتها وحاجات كتير، بغض النظر ان في ناس بتقول لك هي بتعمل شو اصلا عشان تلم متابعين، فدي حاجات برضك متعبه. بس اسماء احنا كنا مبسوطين جدا معاكي النهارده، انا مش عارفه الوقت جري بسرعه ازاي. فاحنا في ختام الفقره يعني عايزينك تقولي كلمه كده او تقول لنا اي حاجه كده، افيه من افيهات اسماء المشهوره للمشاهدين. خالص والله، هي فكره بس هم بيحبوا الكلام كتير بحرف واحد اللي هو يلا اتكلمي، احنا بنحب اللغه بتاعتك بس. انا عارفه الاغنيه اللي بيحبوها كمان. طيب وشي بيطلبوها كتير. وما صاحبش يفرغ فيه حتى كده بقى. اسماء بنشكرك ونورتينا، نورتينا فعلا والله. وفعلا انت على الصعيد الشخصي والعمل بجد يعني ما فيش اختلاف، انا شايفه فعلا انت بسم الله ما شاء الله دمك زي العسل واموره جدا. مشاهدينا في ختام الفقره بتاعتنا بنشكر ضيفتنا اسماء، وهنروح لزميلتنا داليا سامي، ولكن خلونا نطلع فاصل فيديو من فيديوهات اسماء ونرجع لكم تاني. صباح الخير، اهلا بيكم مشاهدينا في برنامج اوراق صباحيه. طبعا زي ما زميلتي ايه وهدير اتكلموا عن برنامج حلقتنا النهارده، وهو البرنامج اللي بيشغل معظم البيوت المصريه بشكل جديد جدا جدا. قبل ما ابدا كده الاول احب ارحب بضيوف بتوعي. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا بابا ميزو؟ اهلا. ازيك عامله ايه يا منى؟ منورانا. موضوعنا النهارده هنتكلم عن التيك توك ومشاهير التيك توك، ولكن بشكل مختلف شوية. التيك توك خرج بره فكرة ان هو يكون شخص فردي لوحده خالص اللي بيتكلم، ودلوقتي دخلنا في العيلة كمان، صح كده؟ صحيح. طيب مين فيكم بقى اللي هيبدأ الأول؟ ليديز فيرست. بعدين منا مازنجر دي. اتفضلي اسأليني وانا هقولك. منورنا، عاملين ايه؟ طيب جات لكم منين بقى فكرة ان انتوا تعملوا فيديوهات على التيك توك؟ كان مين صاحب الفكرة في الأول؟ هو في الحقيقة الأول أنا ما كنتش أعرف عن التيك توك، كنت مسافر وما أعرفش، وبعدين جيت من السفر، فهي بقى إيه تحكي لك إيه إزاي اتدحلبت ودخلتنا في التيك توك. طيب إزاي يا منى؟ هو كان الأول رافض فكرة إن إحنا نطلع على السوشيال ميديا أو تيك توك أو كده. تمام. قلت له أنا هصور الأطفال الأولاد هنصورهم بس كده، مش هنظهر إحنا. فوافق. سافر بقى، بعدين بدات اعمل الحاجات اللي هي الايموجي. ايه ده انتي طلعتي؟ لا حاطه ايموجي ومش هيتشال. دحلبه بقى، انا دحلابه اصلا. بعدين شويه شويه كده شلنا يعني الايموجي، وبعدين لقيته بقى مره واحده هو طالع بافكار. عدني. يعني كان الموضوع الاول ما فيهوش احترافيه شويه، وبعدين ايوه فعلا، وما كناش حتى احنا الواحد ما بيبقاش عارف فين موهبته فين. حلو جدا. طيب قبل التيك توك بقى كنتوا بتعملوا ايه؟ انا كنت بره مسافر شغال، وهي هنا مع الاولاد وكده. ربت منزل. لا يعني برضو مش ثانيه واحده، لا يعني بشتغل طبعا. بعد اذنك انا اللي هتكلم عن نفسي. واضح السيطره. لا انا اشتغلت في خدمه العملاء يعني في شركه اتصالات، وبقى لما رحت عنده كنت شغاله يعني في فتره، قعدت فتره معاه. طيب. واشتغلت برضو معاه يعني، مش عارفه ايه بيت منزل ده. بداتوا بقى تجربه التيك توك ازاي، وايه جت منين فكره اول فيديو بينكم انتوا الاثنين؟ والله كانت الاول ايه يعني بنقلد مجرد ان هي فيديوز كده زي اللي موجوده. وبعدين فجاه في مره موقف حصل معانا اللي هو موضوع تاخير الست لما تيجي الزوج يخرجها او هي والاولاد ممكن تقعدوا، يعني نظام مثلا ايه لازم اقول لها عايزين نخرج من قبلها بيوم تبدا تلبس. فعملنا الفيديو دوت، حتى انا كنت هناك وهي هنا ومنتجناه، دخلنا مع بعض الكلام،
فنمنا وصحينا لقينا الفيديو جايب تقريبا نص مليون مشاهده واحنا كنا قال لسه لي انا هسيب الفيديو ده فعلا كان حلو جدا. طب في بقى حاجات واجهتكم وانتم بتعملوا الفيديوهات؟ يعني في مثلا تعليقات سخيفه؟ لانه طبعا زي ما احنا عارفين انه ظهور الست مع جوزها في فيديو وملايين أكيد. بيتفرجوا دلوقتي، فايه الكومنتات الرخمه اللي قابلتوها يعني؟ والله هي معظم الناس لذيذه، بس ساعات بتلاقي حد كده داخل في النص يعني ايه يعني الناس الناس كلها بتضحك تلاقي واحد مثلا داخل انتوا ارخم عيله موجوده في واحد داخل كده. بس اقول لك الحاجات دي كانت بتضحكنا يعني، لان كان الايجابي اكتر من السلبي، فاحنا كنا باصين لده. طيب الناس بتسال بقى عن التيك توك كده سؤال خبيث شويه، في عائد مادي من الموضوع ده؟ مش لا. من تيك توك، مش من التيك توك، لا اوكي يعني من حاجه ثانيه. التيك توك بوابه لحاجات ثانيه. لا يعني أوكي. التيك توك نفسه برضو يعني ممكن يبقى في عائد في حاله ان مثلا جالك اعلان معين خاص بحاجه معينه، يعني في سبونسر، في حد بيطلب اعلان معين، فبيجي مثلا بيكلم الكرييتور بيبتدي ان هو يعني. الكلام عن الفيديو. طيب الفيديوهات اللي بتعملوها بقى بتبقى انتوا متفقين عليها ولا بتطلع ارتجاليه؟ يعني لو طلبنا فيديو كده قصير بينكم انتوا الاثنين دلوقتي نقدر نرتجل طبعا، بس يعني احنا بنبقى متفقين. طب حته صغننه طب نعمل ايه مثلا؟ احنا مش هنعمل حاجه، انت سيبنا لطبيعتنا. ماشي، ايه رايك مثلا الزوج البخيل والمدرسه مثلا؟ ما الناس هتصدق انك بخيل، بلاش احسن. طب ادخلي على طول ان انت عايزه كده انت عايزه تودي الاولاد المدرسه مثلا، او عايزه حاجه فيها فلوس او كده، او عايزه تجيبي لهم ملابس. طيب ماشي، عايزه اجيب لهم ملابس. طيب تمام، يلا ابداي اطلبي. طيب اوكي ماشي، ثانيه. هي بتحب تتقمص قبل الدور شويه يعني؟ لا مش تقمص، اديها وقتها. بقول لك يا محمد. نعم يا حبيبتي. هو انا ليه ما عنديش عربيه زي صاحباتي؟ عربيه ليه ما بقضيش الصيف في الساحل زي صاحباتي؟ انت اتجننتي؟ عربيه ايه؟ ثانيه، عربيه دي مرتب تاني. ولادي من حقهم برضو يبقى عندهم ذهب كتير وحاجات كده مهمه جدا. ذهب ايه؟ ذهب ايه؟ انت مالك؟ ده انت عايزه انت عايزه تجيبي لي جلطه؟ انت عايزه تجيبي لي جلطه؟ خلاص الموضوع بسيط، اشتري لهم كل واحده طقم العيد. طقم العيد انا مش جايب لهم السنه اللي قبل اللي فاتت البيجامات الشيك دي اللي ممكن اللي يخرجوا بيها عادي. ما بيروحوا بيها عند جدهم. هي بقت طقم البيت يعني، اتنقلت بقت لبس البيت، احنا عايزين بقى لبس الخروج نخرج بيه. هي غلطتي من الاول ان انا اتجوزت واحده مبذره الصراحه. بصراحه مبذره جدا. بقول لك ايه؟ لو سمحتي فضي انبوبه المعجون اللي انا بملاها لك كل شهر ديت، فضيها جوه علشان انت بتملاها من عند الموان مش كده؟ معجون السنان. حلو قوي. طيب طلقني وانا هسيب البيت وامشي وهاخد عيالي. لا استهدوا بالله، لا 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 الموضوع كبير، مش الموضوع خلص خلاص. اطلقت؟ مش عايزين الفقره تنتهي بمأذون يا جماعه، استهدوا بالله. فين المأذون عندكم؟ جاهزين ولا ايه النظام؟ احنا اسفين. طب ممكن بس تتنازلي عن كل حاجه؟ انا مش هدفع فلوس لو عايزه ان انت. طب انا عندي سؤال بقى. ايوه ليه مازنجر؟ منا مازنجر؟ ده مازنجر ده هو اللي قال والله. ما هي كل حاجه بتبقى دايما في السوشيال ميديا بتبقى محض الصدفه يعني. هي اللي اطلقت عليا بابا ميزو، وانا اطلقت عليها منا. احنا كنا بادئين زي اي حد، هي منا وانا محمد عادي خالص، بس جينا بنمثل فيديو في مره، فهي دخلت بقى الست المسيطره وداخله علينا بتعمل كده. فكان في كرتون زمان اسمه مازنجر، فانا قلت لها بس انت ساعتها وانا العفريت لابسني انت مازنجر. طب انتوا بقى نفس الكيمياء اللي بينكم كده في الفيديوهات برضو في البيت بنلاقيها في البيت بينكم؟ اي زوجين بيبقى على طول نقر ونير في البيت. لا احنا اكتر يعني الفيديوهات احنا يعني بنعمل شكل كده كوميدي، احنا في البيت اصلا قط وفار بنجري ورا بعض، بيعمل ايه بتعمل ايه، قاعدين لبعض اساسا. طب كويس جدا والله، انا فعلا مبسوطه ان انتوا مع بعض وان انتوا بتدعموا بعض بحاجه زي كده. بتساعدوا بعض بقى ولا بتغيروا من بعض؟ لا لا اكيد هو بصراحه بيساعدني اكتر، اكيد بنساعد بعض يعني. طيب خلينا كده مشاهدينا نشوف فيديوهات لبابا ميزو ومنا مازنجر ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم مشاهدينا، وبعد ما شفنا الفيديوهات الجميله جدا بتاعت بابا ميزو ومنا مازنجر، بشكركم جدا جدا جدا، واشوفكم تاني يوم الجمعه الجايه ان شاء الله في حلقه جديده. وطبعا كنت اتمنى ان الوقت يبقى اطول من كده بكتير معاكم، بس اكيد هنتقابل تاني في حلقات تانيه. شكرا، بشكركم. ميرسي جدا. باي باي. باي باي.